عليك أن تحلم وأنت مفعم بالإرادة، فقد تحقق رؤيتك. وعليك أن تحلم وأنت مدعوم بعزيمة، فقد تسابق نظرتك. ابني بفكرك غايتك، فقد تصل إلى هدفك. آمن بقدرتك على كسر قيود المستحيل، فقد تحقق مجدك. بهذه العبارات خرجت الأفعال تسبق الكلمات على المضامير والملاعب والصالات، لترسم لوحة من تحدي لجيل من أصحاب الإعاقة انتفض على إعاقته. سنعيش معكم المعنى وكيف تم تجسيده، فأهلا بكم. ويدل هاي الدل على اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي على رياضة المعاقين شخصيا، اهتمام شخصيا لرياضة المعاقين. الإمارات هي الوحيدة التي تنافس دول العالم الأسيوية بتنظيم البطولات والمهرجانات. تركت بتلة وقلت رمح المسابقة حليوة والتنظيم حليوة. هؤلاء المعاقين كانوا في البيت يعني متقوقعين في البيت ما يظهرون، الحين بدأوا يخالطون المجتمع يظهرون يشاركون. طبعا مع الأمل أنه ما يكون العدد كبير من هذه الفئة، لكن وجودهم لابد أن أصبح واقع ولا مفر منه يعني، فمحتاجين لرعايتهم والاهتمام فيهم. وهذا الكلام جاي من القيادة العليا ابتداء من الشيخ سايد الله يرحمه والله طيب ثراه. العالم يوقع بأحرف من ذهب وبالإجماع على أن تكون شارقة صاحبة السبق في استضافة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر 2019. فما قدمته الإمارة من روعة في الملف الخاص بالاستضافة وما قدمه كوادرها عبر الاستضافات الدولية أجبر أسرة الاتحاد العالمي للكراسي المتحركة والبتر على الموافقة الجماعية لأن تكون الشارقة هي المحطة المنتظرة التي ستنال الشرف الدولي. كما أن بطولة 2011 التي نظمتها الإمارة وحظيت من خلالها بكم كبير من الإشادة الدولية عجل بجماعية القرار الذي أكد أصحابه بأن الإمارة بالفعل هي عاصمة العالم المتحضر في الاهتمام بذوي الإعاقة وهي الأحق بهذه التظاهرة. بنيل شرف التنظيم لعالمية الإعاقة الحركية والبتر 2019 تكون الإمارة الباسمة قد ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث ستلتفت أنظار العالم لمدى حضارية الإمارة في التنظيم والاهتمام بالأحداث الدولية، كما ستكون البطولة بنجومها العالميين محطة إعداد جيد يقيس من خلاله نجومنا موقعهم قبل انطلاقة أولمبياد طوكيو 2020. أسدل الستار هذا الأسبوع على واحدة من أقوى البطولات القارية التنافسية وهي بطولة آسيا البارالمبية للشباب التي احتضنتها دولة الإمارات وبالتحديد في إمارة دبي، وشارك فيها أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون 42 دولة. منافسات البطولة التي تقام للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط توزعت بين 4 مواقع احتضن منها نادي دبي منافسات ألعاب القوى. اسمي علي منطور من البحرين. تركت بتلة وقلت رمح المسابقة حليوة والتنظيم حليوة. توقع تفوز بميدالية؟ إن شاء الله. أكثر شيء عيبك في هذه البطولة؟ أكثر شيء عيبك في هذه البطولة؟ التنظيم الألعاب حليوة. شفتها صعبة المنافسة ولا سهلة؟ لا قوية المنافسة قوية. بترجع بالبحرين بميدالية ولا؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. كما احتضنت صالات النادي منافسات تنس الطاولة التي شهدت ولادة مواهب عربية صقلت بشكل أكبر من خلال احتكاكها بالمدارس الشرق آسيوية.
اقدم نفسي انا سمير الكردي رئيس الاتحاد العراقي للتنس الطاوله للمعوقين. الحقيقه المشاركه مالتنا عباره عن 11 لاعب، عندنا 3 بنات و8 لاعبين. الحمد لله والشكر البطوله محدده باعمار من 14 سنه الى 21 سنه. سابقا بال 2014 كانت البطوله محدده من 14 الى 23 سنه. اذا حددوا الاعمار تقريبا قصروا من عندها 3 سنوات. الحقيقه سابقا احنا مشتركين عندنا لاعبين على مستوى عالي وعندهم انجازات ذهبيه في ماليزيا ب 2013 وكان عندنا 2 لاعبين ماخذين ذهب. وجينا هنا مفتخرين بنفسنا ومغرورين انه احنا لاعبين سابقا انه عندهم ذهبيات، لكن فوجئنا بمستوى الفرق ومستوى اللاعبين خصوصا الفرق الاسيويه. فوجئنا انه بدايه لاعبين انه للاسف خسروا المباريات. ان شاء الله اليوم نفس اللاعبين عوضوا ان شاء الله باذن الله بامكانهم ان يعيدون المنافسه على الذهبيه الاولى. الحقيقه العراق بالنسبه لتنس الطاوله الحقيقه اذا تشاهد او تقارن بالمستويات الاسيويه فاللاعبين المستويات الاسيويه المعاقين بامكانهم يغلبون ابطال العرب نسويا مو المعاقين. الحقيقه احنا رادنا همه بين العرب انه نعمل استراتيجيه، يعني ننسق استراتيجيه معينه، تبادل خبرات، تبادل تدريب، تبادل لعبات، تبادل معسكرات، وعلى مستوى عالي نقدر هاي الجهود كلها نظافرها في سبيل انه نلحق بالمتقدمين علينا. أنا من هنا أقدر أشكر دولة الإمارات العربية اللي استضافتها هيك بطولة، لأنه الإمارات هي الوحيدة اللي تنافس دول العالم الأسيوية بتنظيم البطولات والمهرجانات وعلى مستوى عالي. أنا أشكر دولة الإمارات على استضافتها هذه البطولة، وإحنا فخورين أنه دولة الإمارات تمثل العرب في هيك محافل. من جهة أخرى فقد حرص القائمون على البطولة على تعريف المشاركين بتراث دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ركن خاص قدم لمحات عن الماضي، كما انفردت البطولة عن غيرها بوجود موقع خاص لتتويج الأبطال على مدار الساعة في مختلف المسابقات. حصلت على ميدالية ذهبية وهي تعنيني الكثير وسأظل فخورة بها دائما. استمتعت بمنافسات البطولة وبأجوائها الرائعة ومشاركتي فيها كانت استثنائية، كما أنني أطمح للاستمرار في حصد المراكز الأولى. أما منافسات البوتشيا والتي احتضنها نادي شباب الأهلي دبي فقد كان الحضور الإماراتي فيها كبيرا من خلال نخبة من اللاعبين الذين يمثلون أندية الدولة، كما كشفت المنافسات عن مستوى متطور لهذه اللعبة في القارة. المدرب فوزي عاشور مدرب رياض البوتشيا بنادي العين، مشاركين باسم الامارات طبعا في البطوله هذه، بطوله الاسيا البارالمبيه للشباب. بالطبيعي البطوله هذه وبطولات ثانيه يعني تحسن في مستوى اللاعب. احنا يعني بنقول ما نقدر نوصل للمستوى للحين اللي واصلينه ما شاء الله يعني للبلدان الثانيه، نفس يعني كوريا والهونغ كونغ وتايلاند، بس احنا بننافس وبنحاول يا اخي نحصل يعني احسن نتيجه ممكنه عشان يعني كخبره اللاعبة واحتكاك بلاعبين ثانيين، يعني عشان إن شاء الله يحصلون نقاط، وبالنقاط هذه إن شاء الله يقدروا ينافسوا في منافسات عالمية إن شاء الله، وليش لا أيضا ننافس في البارامبي إن شاء الله، لأنه ما نقول صعب المنال بس بحول الله إن شاء الله يعني بطموحنا كمدربين وبعزيمة لاعبتنا إن شاء الله نوصل للمستوى هذا. يعني أنا اسمي محمد سيف، شاركت بطولة دبي أتفادى أن أسلك بطولات آسيا. تحب دائما تشارك في هالبطولات محمد؟ إيه. نعم. محمد أنت شو استفدت من هاي البطولة من مشاركتك فيها؟ نعم لعبت بوسي منو محمد انت بوتشيا؟ كابتن فوزي. خبرني محمد انت شو تتمنى في المستقبل من هاي اللعبه اللي هي البوتشيا، تشارك في بطولات جايه؟ اتمنى اسافر، اتمنى
كده إنها بطولة عالمية. بتحقق ميداليات فيها؟ إيه بحقق ميدالية. توفيق محمد يا رب. شكرا. 안녕하세요. 저는 대한민국 보치아 여기 보치아 لدينا 16 مشاركا في منافسات البوتشيا، ومن الرائع التواجد هنا في مثل تلك البطولات لأنها تكسب لاعبين الخبرة، كما أنها تسقي مهاراتهم وتدخلهم في أجواء المنافسة. شارك في الحدث مجموعة كبيرة من المتطوعين قدمت يد العون للاعبين، كما سعت في توفير كافة احتياجات الفرق. معك ماجد الحمادي، مسؤول هنا عن المتطوعين، المسؤول عن المتطوعين اللجنة الفنية في لعبة البوتيا. دورنا هنا كمتطوعين في هذه البطولة البارالمبية بشكل عام، نحن عندنا لجان مختلفة، يعني عندنا اللجنة الفنية والإعلامية وعندك اللجنة اللوجستية، فدورنا من أول البطولة لآخرة نحن تقدر تقول كمتطوعين عصب هذه البطولة أو العمود الفقري لهذه البطولة. فعلى سبيل المثال من أول يوم يوصلون فيها الفرق نحن نستقبلهم في المطار، نرحب فيهم، نتأكد وصولهم للفنادق وراحتهم في الفنادق، ودائما نحن 24 ساعة متواجدين في الفنادق حولهم، وغير هذا نرافقهم للملاعب، وإحنا هني مثلا كلجنة فنية في الملاعب نكون متواجدين، نساعد الحكام، نساعد اللاعبين، نحافظ على أغراضهم وأماناتهم. فتقدر تقول نحن موجودين في كل بقعة وفي كل زاوية في البطولة. أول شيء اسمي العنود البديوي، أنا معلي مسمى، أنا متطوعة عامة في البطولة هاي، أول بطولة أسيوية تستوي للذوي المحتاجين الشباب. ففي هالبطولة الصراحة شفنا من كل أنحاء العالم الناس جايين زايرين، ضيف اللي وايد أشياء الصراحة، ضيف اللي ثقة في النفس، ضيف اللي إني أتعرف على الناس يداد، ضيف اللي أن أتعرف على البنات الجميلات اللي مطوعات معانا، ضيف اللي وايد أشياء شخصيا أكثر من معنويا. شخصيا شخصيتي تتغير تدريجيا مع تطوعي مع أصحاب الهمم. حابة من هالمنبر أنصح كل شخص يتطوع لأصحاب الهمم، لأن بتكتشفون أنكم ضعاف قدامهم، ضعاف جدا قدامهم، لأن كنا إحنا ناس كاملين وعندنا نقص جدا عقلي، وهم جدا ناضجين عقليا، عندهم نقص في إن كان في الرجل إن كان في الإيد إن كان في حواسهم، ولكن الله يأخذ شيء ويعطيهم شيء ثاني دوم. الحدث برهن على أن الإمارات تملك مواهب واعدة قادرة على منافسة أفضل اللاعبين في القارة والاستمرار على منصات التتويج مستقبلا. الاسم عبد الله النقبي، نادي خرفكان للمعاقين، لاعب حمل الاثقال في النادي. بداياتي كانت في 2012 تقريبا التحق بالنادي، كنت اتمرن في صالات خارج النادي، فالتحق بالنادي 2012 في مجال حمل الاثقال، على طول دخلت في هذا المجال وتدربت مع الكابتن تولي طاجيكستاني، فبدأت مشواري مع الكابتن ولليوم استمر. طبعا اي لاعب يدخل في مجال رياضي لابد له يكون له هدف، فالهدف ما بيك بالسهوله، طبعا بجهد واجتهاد وقفه النادي مع اللاعب، طموح اللاعب نفسه. فنحن بداياتنا بديت في بطوله فزاع الدوليه، ما حققت شيء، كانت بداياتي، فاستمريت في التمرين وتطورت بطوله بعد بطوله، كنت اسجل ارقام جديده لاخر بطوله في غرب اسيا في خرفكان كانت مقامه وحرزت الميدالية الذهبية. دخلت وفي أشياء سلبية طبعا تواجهنا اللي هي المعسكرات، يعني نفتقر بالمعسكر، يمكن معسكر واحد في السنة، صحيح أنه آخر معسكر 30 يوم، بس نحن كمجال حمل الأثقال نحتاج إلى 3-4 معسكرات في السنة يعني.
طبعا منقسم من شهرين معسكر، يعني على حسب المدرب والنادي اتفاق النادي. فنفتقر بالمعسكر، يعني عندنا معسكر واحد في السنه، وهذا ما يعني ما يعطينا دافع او يعطينا الحماس او التطور السريع. فنحن نتطور بشكل يعني بسيط لان نفتقر بالمعسكرات. في بداياتي كان ما في صدى للعبه المعاقين، فاول ما دخلت لقيت اهتمام كبير من قادتنا الله يحفظهم، من رئيس الدوله الشيخ محمد بن زايد، حتى استقبلنا الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ سلطان نفس الوقت. فاهتمام القاده طبعا خير دليل انه اعداد لاعب اولمبي اللي وجهها صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي، وانا من ضمنهم. يبقى كوكبه من اللعيبه يوصلون لهدفهم او للاولمبياد لعدد كبير في مشاركه اللعيبه في اولمبياد طوكيو. طبعا هالاعداد اللي صار قبل سنه، وانا من ضمن اللعيبه دخلت في هالمشروع، وان شاء الله ربعي بعد وياي في مجال حمل الاثقال والالعاب القوه بشكل عام. دليل ويدل هاي يدل على اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي على رياضه المعاقين. شخصيا اهتمام شخصيا لرياضه المعاقين لوصولهم لمرحله تفوق من مراحل البطولات الدوليه العاديه اللي هي الاولمبياد. هالبرنامج اللي وضعه سمو الحاكم وان شاء الله راح نمشي عليه ان شاء الله. في اهتمام من قبل قادتنا، لكن على اللاعب بارادته وعزيمته يوصل للهدف، انه ما يتخاذل خلاص يات القرارات ويات السيوله وانه يتخاذل ويتراجع، لا يعطي قد ما يقدر من 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 تمرين، من اهتمام، من اصفاء الذهن واهتمامه بالرياضه اللي هو ينتمي لها ويوصل للهدف. منهم انا يعني ان شاء الله اوصل لهدف معين اللي هو الاولمبياد او حتى بطولات العالم. هذا مو بسهوله يعني ناخذها او ناخذ ميداليه او نزاحم الابطال. وكم تسوى ان تشوف علم دوله الامارات يرفرف على مستوى العالم يعني ويزاحم ولا وفي منصات التدويب. فان شاء الله نطمح لهذا الشيء. معكم المحامي والمستشار القانوني سالم مفتون ورئيس نادي راس الخيمه لذوي الاعاقه. طبعا الفكره هيتنا طبعا تجمعوا شباب يعني في هالحال مجموعه من الشباب، وتم اختياري بينهم على اساس انه يقوموا يعملون نادي لذوي الاعاقه. وطبعا شافوا شريحه كبيره في المجتمع وفي حاجه الى هذا النادي، وفعلا قمنا والحكومه ما قصرت وسوت المرسوم في شهر نوفمبر سنه 2016، وطبعا تم اشهاره في شهر مارس 2017. خلال الفتره هاي حوالي 6 شهور 7 شهور طبعا قمنا اجتهدنا نحن ومع مجلس الاداره، وحصلنا طبعا يشكر نادي راس الخيمه الرياضي الثقافي، حصلنا مقر وطبعا بدينا نقسم هذا المقر وبدينا نجمع اللعيبه من اماكن اخرى، وطبعا استجابوا لهالموضوع، وطبعا البقيه تاتي ان شاء الله. واولياء الامور يعني سعدوا في هالحاله على اساس انه يبون يرون اولادهم على الساحه الرياضيه. وفعلا رحنا عملنا عندنا عدة ألعاب، عندنا كرة القدم، عندنا أثقال، عندنا الريشة، عندنا تنس طاولة، يعني عدة ألعاب. بدل ما كانوا هؤلاء المعاقين كانوا في البيت يعني متقوقعين في البيت ما يظهرون، الحين بدأوا يخاطون المجتمع يظهرون يشاركون، وان شاء الله قريبا بنشارك في العاب رياضيه بمختلف انواعها سواء كان محليا او خليجيا، وبمشيئة الرحمن يكون عالميا. محمد عبد الله ارحمه مسؤول اللجنه الفنيه والرياضيه ومشرف الالعاب في نادي راس الخيمه لذوي الاعاقه.
حاليا عندنا تقريبا 30 لاعب متوزعين على اربع اعاقات. الاعاقه السمعيه 16 لاعب، الاعاقه الذهنيه 10 لاعبين، الاعاقه الحركيه لاعبين، والاعاقه البصريه لاعبين. الالعاب اللي مارسها اللاعبين حاليا ثمان العاب: كره الصم، كره القدم للصم، العاب القوى، كره السله، كره رش الطائره، تنس الطاوله، القوس والسهم، وكرة هدف للإعاقة البصرية، وأيضا كرة الطاولة للإعاقة البصرية، وكرة البوتشي والبوتشية. احنا حاليا في مرحلة إعداد اللاعبين، كونها أول مرحلة أول مرة يشارك النادي في الألعاب الخاصة بالمعاقين، حيث النادي أنشئ حديثا، ونحاول إن شاء الله أن نرفع من مستوى اللياقة والمهاره للاعبين، ان شاء الله كلهم حتى يكون في مستوى المنافسه في الالعاب المختلفه. اولا في البدايه طبعا نشكر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم راس الخيمه وسمو الشيخ محمد بن سعود ولي العهد على تجاوبكم السريع والرائع لفكره انشاء هذا النادي، مع ان الفكره تاخرت يعني كثير على اساس انه وجود لاعبين او ابناء هذه الفئه صار لهم فتره طويله في اماره راس الخيمه، وكان في صعوبه يعني مع نبوغ يعني عدد منهم صعوبه في المشاركه في جهات ثانيه، صعبه المواصلات وتعرف امكانياتهم يعني صعبه شويه، لكن الحمد لله احنا نقول الحمد لله ان الفكره هذه يعني تحولت الى شيء واقع مثلا وانشئ النادي، ولو ان هذا الكيان ما زال في بدايته يعني، لكن نامل انه يكبر ان شاء الله، ومع كبر النادي راح يكبر املهم في الفتره المقبله ان شاء الله. وفكره انشاء النادي يعني من وجهه نظري يعني كولي امر مش الغرض منها للفئه اللي موجوده حاليا، هي يعني لم اجيالنا المستقبليه، وطبعا مع الامل انه ما يكون العدد كبير من هذه الفئه، لكن وجودهم لابد أن أصبح واقع ولا مفر منه يعني، فمحتاجين لرعايتهم والاهتمام فيهم، وهذا الكلام جاي من القيادة العليا ابتداء من الشيخ زايد الله يرحمه والله طيب ثراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بشكر طبعا سمو الشيخ خليفة بن زايد وكل الشيوخ والشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ محمد بن زايد، وبشكر طبعا كمان سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ان هو فعلا كتير جدا ساعدنا لذوي الاعاقه. احنا كمجتمع ذوي الاعاقه السمعيه احنا طبعا المكان هنا في النادي المكان صغير جدا، بس احنا نتمنى ان شاء الله ان المكان يكون كبير، يكون في ناس كتير جدا من ذوي الاعاقه موجودين في البيوت، احنا عايزينهم يجوا هنا عندنا وان شاء الله يكون النادي اكبر. انا اسمي خالد، النادي هنا صغير جدا، ان شاء الله نتمنى ان يكون النادي اكبر عشان نمارس كره القدم وكلنا نكون مع بعض ان شاء الله في تقدم لاكبر، في خلال سنه ان شاء الله يكون النادي يكون كبير. بالنسبه لذوي الاعاقه السمعيه في ناس كتير جدا قاعدين في البيوت، احنا بنقول لهم تعالوا هنا عندنا في النادي نقدر نمارس الرياضه داخل النادي راس الخيمه.